قولي يا ست الكل، احنا بمناسبه الشهر الكريم طبعا دايما بنسال ضيوفنا اللي بيجوا لنا هنا بنتعزم ولا بنعزم؟ لا انا عارف حضرتك الكريمه. لا انا معزوم. معزوم؟ لا 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 يا احنا بتتعزم؟ ما بتعزميش. بص انا هحكي لك قصتي. انا هفضح نفسي يا جماعه عشان مش عايزه حد يجي هو. لا انت جايه ناويه النهارده. ايوه انا عارف بنفسي. انا طبعا اتجوزت ما بعرفش اعمل اي حاجه خالص، يعني لدرجه ان انا ما بعرفش حتى يعني البيضه لما سلقوها هي اتسلقت ولا لا. مش عارفه يعني فعلا، لانه ده بيرجع لان مامتي شاطره قوي 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 في المطبخ، يعني المطبخ ده لعبتها. وبعدين كل الحاجات الصعبه مثلا هي بتحسك ان هي دي ادفع حاجه بالنسبه لها، وده حلو. المحاشي والحمام وانت نفسك في محشي، طب يلا. فتلاقي ربع ساعه مثلا نص ساعه كده حاله المحشي اتعملت وترصت وتلفت والحشو اتعمل وكل حاجه وفي السوى. فانت طبعا ايه عارف بقى انت المثل بتاع اللي هو بنت الشطره كسلانه. عارف المثل ده؟ انا عارف. قالب القدر على فمها تطلع البنت لامها. لا المثل ده عندنا بقى. التاني بيتطبق عليا اللي هو يعني ايه لما تبقى الام شاطره قوي قوي فاولادها كلهم بيعتمدوا عليها. فطبعا انا اتجوزت بقى، وطبعا كنت متجوزه بعيده عن ماما كمان. حلو. فا ايه ده اعمل ايه؟ يعني انا متعوده طبعا على التليفون بقى نشرح كل حاجه. على التليفون بقى ماما بتفضل معايا. الو يا ماما، طب انا عايزه اعمل رز، يعني انت فاهم رز. فطبعا ماما تفضل معايا على التليفون اعمل الاكل كله ويستوي واكله واقفل التليفون، اقفل المكالمه يعني. او تعمل لك زياره تعمل يعني. لا كده بالظبط، عشان كان في مسافه بيننا يعني. فانا اتعلمت المطبخ كده، ولان طبعا انا عندي يعني هو المطبخ بيجي بالتجارب، انك تخش المطبخ تجربه بالظبط كده. لا وانت كمان عارف يا شيف لما بتكون طول عمرك بتدوق اكل حلو ومميز وفجاه ينقطع عنك انت هتطلعه زي ده، لان انت مش راضي غير ان هو يطلع غير بالطريقه دي وبالطعم. ففضلت بقى لغايه ما انا لقيت نفسي بقى بعمل خدت التجربه ونجحت فيها. عزومات بقى والدنيا وكلام من ده، وما كنتش مصدق نفسي ولا حد مصدق. طيب بصي يا ست الكل، احنا عندنا طبعا هنعمل الكشك بالفراخ دلوقتي. معانا كشك ومعانا فراخ. تمام. معانا بصل وتوم والبصله المقرمشه الحلوه. اوكي. ايه رايك؟ تمام زي الفل. المقادير على الشاشه يا شباب، مقادير الكشك الصعيدي الجميل الحلو. دجاج، ممكن يكون لحمه، ممكن يكون بط، ممكن يكون وز. اي شوربه دسمه هو حبيبته الشوربه. بالظبط. طبعا انا هشتغل في الكشك، مطلوب من حضرتك تساعديني. ممكن تساعديني؟ يا سلام. عندنا قطايف النهارده بالمكسرات، وانا عارف انك شاطره في الحلويات. حاضر. اتعلمت من ماما برضه. اتعلمت من مين اكتر، ماما ولا حماتك؟ لا ماما بصراحه. يعني حماتي برضه مدير عام بقى وكده، وبرضه مشغوله طول الوقت في شغلها. بس ليها برضه حاجاتها المميزه في المطبخ. يعني تعمل مثلا الحاجات الغريبه، رز بالقراصيه. الحاجات دي حلو. رز بالخلطه مثلا يعني. طيب انا عامله النهارده استاذنك. لكن بقى ماما بقى يعني لا، القطايف دي على طول عندنا في البيت. طيب. الكنافه الاصليه بقى اللي هي الاصليه بجد. يعني دي برضو اللي هي متحمره بالسمنه والمكسرات وكده. كل ما كانت الكنافه بسيطه كل ما كان طعمها يبقى مميز. اي نعم، في حاجات جديده دلوقتي ومختلفه. مش كل حاجه حلوه ومستساغه، بس في حاجات بتبقى لطيفه برضو وخفيفه. طب ايه الحلو المفضل للاستاذه شروق في رمضان عندك؟ طيب. الكنافه، البسبوسه، بلح الشام. لا بصراحه انا بالنسبه لي طبعا الكنافه والقطايف. لما تبقى مقرمشه. القطايف كان مقرمشه. طب احنا عايزين ناكل قطايف النهارده من حضرتك. هناكل قطايف. ايه رايك؟ ماشي. مستعد بقى؟ طيب انا هستعد. اهي اتفضلي حضرتك. ممكن تيجي تشرفيني كده هنا. القطايف انا قافلها بالكيس علشان ما ينفعش ان احنا نفكها. اوكي عشان ما تنشفش. أيوة. صح كده؟ والحشوه زي ما انت حضرتك حابه. طيب خلاص. انا عايزك تبدعي في عمل القطايف النهارده علشان ايه؟ اللي بيتابعونا دلوقتي بيشوفونا وانت عارفاهم طبعا. طبعا. فليه طبعا؟ طبعا انت عارف بقى انا في أيوة. ناس كتيره قوي قاعده مستنيه الحلقه بتاعتي. انا بعدت حضرتك عن التقليب اهو، مفيش تقليب. ايوه. وطبعا بسلم على كل زمايلي اللي بيتفرجوا عليا، هم فاهميني طبعا. بمناسبه زمايلي بقى، ايه الكواليس اللي بتحصل ما بين المذيعين والمذيعات للبرنامج بتاعنا في المطبخ؟ عايزين بصراحه يعني. انا يعني طب ده هو انا الدور عليا النهارده ان هم يتريقوا عليا. الدور عليا مفيش. هو طبعا احنا كل يوم يعني انا افتكر اول حلقه كانت فاطمه. وفاطمه انا عيبت سبحان الله يا فاطمه، عيبت على القطايف. قعدت 10 سنين تقفلي القطايف واحده رجعي. جات لي القطايف. فيعني انا النهارده يا فاطمه ربنا جاب لك حقك طبعا. كان معانا امبارح الاستاذ يوم الخميس استاذ يوسف عبد الدين. طبعا ابدع ابدع. ابدع. مش عايزه اتكلم بقى عن ابداعات الزملاء اكتر من لا كده. لا انا بركشك يعني عشان برضو ففي منهم بقى اللي جات له حاله هستيريه في التقليب مثلا. فقعد يقلب. وانا بقلب هو عادي برضه. لا يعني. انت بتقلب لهدف. لكن مش كله كان عنده نفس الهدف يعني. حلو.
فانا يعني ايه ان شاء الله هم هيطلعوا بحاجه يمسكوها عليا برضه. انا هسالك سؤال محرج يعني. شويه اتفضل. من ضمن الحالات اللي شفتها كلها طبعا، مين في نظرك اشطر حد شفتيه على الشاشه من المذيعات؟ والله بيطبخ. هقول لك للأمانة. لا هم معتدي واحنا كلنا عارفين. احنا عارفين يعني. الهام كانت طبعا طبعا استاذه الهام نمر دي مدرسه. الهام نمر يعني طبعا دي مدرسه وطعم وتيست وكل حاجه. انا دوت اكلها وهبه برضو. وانت لسه معاك جاي مفاجات تانية. في ناس تانية على فكره بيعرفوا يطبخوا هيجوا. انا وفي ناس بقى بيبقى ليها في الغربي اكتر اكتر من الشرقي، فحظهم جه مثلا ان في الحلقه انه الاكل كان شرقي او ما احنا ما بنوهش على المنيو، احنا سايبينه يعني كمين كده حضراتكم. هم بيتفاجئوا بياخدوا الصدمه مش بيتفاجئوا.